دائما الإنسان هو نقطة ارتكاز المجتمع. كان لابد أن يكون بناء الشخصية هو أساس صلاح المجتمع اللي احنا بنتمناه من عدمه. ده اللي خلانا الحقيقة في برنامجنا دايما نقدم لحضراتكم مجموعة من الفقرات اللي بنهتم فيها ببناء الشخصية وتطوير الذات. والنهاردة هيكون موضوعنا عن مهارة مهمة جدا، مهارة يعني هقول لحضراتكم ايه ممكن الناس كلها بتستخدمها، مهارة بتأثر بشكل مباشر على الشخص وعلى المجتمع، مهارة ضبط النفس. احنا دايما بيكون مطلوب مننا ضبط النفس في امور كتير جدا، سواء في شغلنا، في حياتنا، في بيتنا. فاحنا لو حطينا ايدينا على الحتة دي وبدأنا نعالجها وان احنا نكون عاملين مجهود كويس قوي فيها ونضبطها بشكل كبير، اعتقد ده هيغير من سلوكيات كتير جدا بتحصل في المجتمع. هنعرف طبعا اكيد التفاصيل من خلال دكتور رأفت يوسف، استاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، طبعا ضيفنا العزيز اللي بيشرفنا وفقرتنا الاسبوعيه طبعا مع حضرتك. اهلا بيك يا دكتور. شام ازاي؟ صباح الفل يا دكتور. الحمد لله بخير. يا رب تكون امورك كلها بخير. الحمد لله يا ربنا. الحمد لله يا رب دايما. ضبط النفس ده بنحاول نعمله في رمضان شويه يعني الوازع الديني وان انا بحافظ على صيامي والكلام ده كله. يخلص رمضان من هنا وبترجع ريمه لعادتها القديمه وكلنا بيكون عندنا انفلات في الاعصاب، ما بنقدرش نضبط نفسنا بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه علميا. هو مبدئيا ضبط النفس يعني مفهومه ايه يا دكتور؟ طب عايز ابتدي بس بالمبدعه ام كلثوم لما قالت واقول لك علي سهرني واقول لك علي بكاني واصور لك ضنا نفسي وعزه نفسي منعاني. عايز اقف بس عند كلمه منعاني. ما هي ضبطت نفسها. تمام. ده معناه انه انا لازم يكون عندي بشكل او باخر نوع من السيطره على النفس. انا بس مش عايز اربط كلمه ضبط النفس بحاجه معينه زي مثلا الاكل بس. انا عندي كذا شكل من اشكال ضبط النفس. لو ما عرفتش اعمل ضبط للنفس في موضوع الاكل اتحول لاحمد حلمي في اكس لارج. لو ما عرفتش اضبط نفسي مثلا في موضوع حب الذات اتحول لهتلر والنرجسيه اللي كان بي 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 بصوره او باخرى موجود فيها. لو ما عرفتش اضبط نفسي في موضوع زي الغريزه اتحول مثلا لتشارلز مانسون اللي هو كان زعيم الهيبز في امريكا. لو ما قدرتش اضبط نفسي في حاجه زي الغضب اتحول لزين الدين زيدان في المباراه النهائيه لما خبط الشخص بدماغه واتطرد للاسف. فانا عندي مجالات كتيره جدا. ممكن اكتر نقطه حابب ان احنا نركز عليها النهارده هو الجزء بتاع ضبط الذات في حته حب الذات او النرجسيه، لانه دي النقطه دي احيانا بتخلي حاجه تتصرف بشكل غير مقبول تماما، خلي الناس تنفر منك لانك طول النهار بتتكلم على الانجازات بتاعتك وعن نفسك. الحته دي من اكتر ومن اصعب الحاجات. يعني يمكن عندنا صوره من ضمن الصور اللي موجوده عامله زي الايسبرج كده، حته التلج اللي بتكون في الميه، بتتكلم على النظريه المشهوره لسيجموند فرويد. سيجموند فرويد اشهر احد اطباء الطب النفسي العالميين. الراجل كان عنده نظريه مشهوره جدا، كان بيتكلم على انه في عندي هي بالظبط دي، عندي ثلاث مكونات للشخصيه: الايد والايجو والسوبر ايجو. الايد بنسميه بالانجلش مبدا، او سوري بالعربي مبدا اللذه. الجزء الثاني اللي هو الايجو ده بنسميه الانا او الذات، وده الجزء المسؤول عن الواقعيه في شخصيه البني ادم. تمام. اخر حاجه اللي هي السوبر ايجو اللي هي الانا العليا او الضمير، وده الجزء اللي بيحاول بقدر الامكان ان هو يعادل الايد اللي هو المبدا الغرائز. فانا عندي قوتين متضادتين، الضمير اللي هو السوبر ايجو، والحاجة التانية الايد او الايد اللي هو مبدأ الغرائز. مين اللي حيران في النص؟ هو الايجو اللي هو الانا، عايز يعمل نوع من التوازن بين الاتنين. الايجو لو نجح يبقى الشخص هيقدر يدخل في مرحلة ضبط الذات. طيب ناخد كده شوية امثلة لطيفة. وارد انه حضرتك للأسف ما تربيش ولادك بصورة معينة، فالسوبر ايجو اللي هو الضمير يبقى ضعيف جدا. مين اللي هيبقى اقوى هنا؟ مبدأ الغرائز. الايجو بيمشي مع الاقوى، فلما يلاقي انه مبدا الغرائز اقوى يروح جاي معاه، يتحول الشخص ده الى شخص ما عندوش اي مبادئ او قيم، يعمل اي حاجه غلط. طيب المثال الثاني، السوبر ايجو اللي هو الانا العليا قوي جدا، والمبدا الغرائز اضعف شويه، فالانا يعمل ايه؟ يروح جاي مع الانا العليا، فالشخص ده يتحول الى شخص يعني خلوق بيتعامل بإيثكس معينة، وكل حاجة بيعملها لازم يبقى مقتنع بيها. ده لازم يحصل من بدري يا دكتور. طبعا احنا لو تفتكر احنا دايما بنقول ان شخصية الطفل 70% منها بيتكون في اول 6 سنين من عمر الطفل نفسه. السيناريو الثالث بقى، لو انا الضمير عندي قوته تساوي بالظبط قوة المبدأ الغرائز، هنا هيحصل نوع من الصراع انه الانا مش عارف يجي مع مين، لان هما قوتين متساويتين متضادتين. ده بيحصل جوانا. يعني مثلا هقول مثال كده لطيف
واحد ماشي في الشارع لقى بنت حلوه ماشيه قدامه، يجي مبدا الغرائز يقول له بص محدش واخد منها حاجه، يجي مثلا انا العليا اللي هو الضمير يقول له حرام، انا اللي هو الايجو لا الاثنين متساويتين في القوه، فيقول له طب بص بصه واتكل على الله. هو بيحاول يعمل ايه هنا؟ توازن، بيحاول يرضي الناحيتين. احنا عايزين نطلع ولادنا بالسيناريو الثاني اللي هو الضمير قوي جدا فقادر بشكل او باخر انه يسيطر على الجزء بتاع الغرائز. احنا كلنا عندنا نفس الغرائز بس الغرائز مختلفه القوه بتاعتها قدام اي حد من شخص للتاني. في حد ضعيف جدا قدام مثلا المراه، في واحد ضعيف قدام الاكل، في واحد ضعيف قدام النوم. انا لازم بشكل او باخر ان انا اقوي ابني عشان اقدر اخلي انا العليا له ضمير قوي عشان يقدر يسيطر على الغرائز. الضمير مش موجود يبقى انا عندي قوه اسمها مبدا الغرائز اللي هي الايد بتشتغل بدون اي نوع من الكاونتر اكشن، فيخليه يعمل اللي هو عايزه اللي هو غلط في الاخر. هي مهاره طبعا، مهاره وتنمى من وانت صغير. يعني يمكن احنا عندنا كده فيديو لطيف عايزين نتفرج عليه في الاول، لانه فيديو مهم جدا بيتكلم على اشهر اختبار في العالم اتعمل عشان فكره السيلف كنترول او السيطره على الذات. الفيديو ده اسمه المارشميلو تيست. نشوف الفيديو هنا. اطفال من سن 6 سنين لسن 8 سنين جعانين، يعني معناه ان هو محتاج ياكل، بيحطوا له قطعه من المارشميلو يعني حاجه حلوه. شوف تخيل بقى السيناريو ماشي ازاي، طفل في سن صغير قوي جعان ومحطوط له حاجه حلوه، وبعدين بيقفلوا الباب عليهم. بس قبل ما بيقفلوا الباب بيقولوا لهم لو قدرت انك انت ما تاكلش قطعه المارشميلو دي بعد ربع ساعه هجيب لك قطعه تانية هديه ليك. والكاميرا تبتدي بتشوف. احنا عايزين بقى المشاهدين يركزوا جدا الاطفال بيعملوا ايه، لانه في اطفال نجحت انها تسيطر على غريزه الطعام وفي اطفال ما قدرتش. لما نشوف الاطفال بتعمل ايه، والاطفال اللي نجحت نجحت ليه، والاطفال اللي فشلت فشلت ليه. في اطفال زي ما الطفل اللي احنا شايفينه مثلا حاطط قطعه المارشميلو قدامه وقاعد يبص لها كده بنوع من الحسره، اكل ولا ما اكلش. في اطفال تانية عملت حاجه تاني مختلفه، ابتدى مثلا يغني او يغمض عينه او يبص بعيد عن قطعه المارشميلو، بيعمل نوع من يحاول. هو الولد بيغني هنا عايز ينسى خالص ان هو جعان وقدامه قطعه من السكر او قطعه من المارشميلو. التست في الاخر وصل ان في بعض الاطفال قدروا يسيطروا على نفسهم وفي اطفال لا. لما شفنا الاطفال اللي سيطروا على نفسهم كان معظمهم عمل اللي انا بقوله لحضرتك دلوقتي، اللي هو ابتدى يبص بعيد خالص عن المارشميلو. ودي احد الدروس المستفاده من التست ده، انه في كده مبدا حتى في الاي تي، جاربج ان جاربج اوت. يعني انت لو بدخل حاجه وحشه جوه دماغك جوه فكرك هيطلع في الاخر حاجه وحشه. فهو هنا انا عايز اسيطر على الغريزه، فبعمل ايه؟ فببعد عيني تماما عن ان انا ببص على حاجه. يعني مثلا طفل زي كده عمل ايه؟ ابتدى يدوق حته من المارشميلو. مستحيل الطفل ده بشكل او باخر انه يقدر يسيطر على نفسه، لانه زي حضرتك مثلا لما يعني تقول، زي ما نقول كده رجليه جت تمام. حاجه مثلا جعان وماشي في الشارع، فشفت مثلا عربيه او محل مثلا بتاع كبده طالع منه ريحه حلوه جدا من ريحه الكبده وبتتشوي، فايه اللي هيحصل؟ ده هيزود الغريزه عندك، فتبقى انت عايز تاكل بشكل او باخر. فهو الطفل اللي موجود قدامنا ده خلاص وقع اولموست في لانه ابتدى يدوق حتت من المارشميلو. الدروس المستفاده من القصه دي، التست ده قديم جدا يمكن اولموست في السبعينات، ابتدت تتعمل عليه بعض الابحاث الجديده على نفس الفيديوز اللي احنا شايفينها. لقوا حاجه غريبه جدا ويهمني جدا المشاهدين يبقوا عارفين المعلومه دي، انه بعض الاطفال اللي قدروا يسيطروا على نفسهم في حته الكنترول بتاع ما ياكلوش المارشميلو كان امهاتهم مستوى تعليمهم عالي. ده معناه ايه؟ معناه ان الام بشكل او باخر ليها دور مهم جدا ان هي تعلم ابنها من هو صغير. يعني الولد ده نجح في الاخر يعني فجابوا له قطعه تانية. في اطفال تانية لا ما نجحتش واكلت بشكل او باخر. المعلومه دي يهمني جدا اركز مع المشاهدين عليها، انه بعض الاطفال اللي نجحت انها تسيطر على نفسها وما تاكلش المارشميلو برغم ان هي جعانه، مستوى تعليم الام كان عالي. مش احنا بنقول دايما انه الام ليها دور مهم جدا جدا في تنميه شخصيه الطفل. ولو نفتكر دايما المثال اللي انا دايما بقوله كتير، انه احمد زويل امه دايما كانت بتقول له كل يوم يا احمد انا عايزاك تعمل حاجه تفيد بها الناس.